بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة، منافذ لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين في محافظة الدقهلية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مدعمة، ففي محافظة الدقهلية أعطى الدكتور أيمن مختار حافظ الدقهلية إشارة بدء تشغيل 11 منفذ سيارات متمركزة لبيع الأسماك بكافة أنواعها بأسعار مدعمة للمواطنين نطاق محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القوات المسلحة. وقال محافظ الدقهلية أن هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة أكبر قدر من المواطنين مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع قطاع التمويل والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لإحدى المنافذ التي تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغني ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية. وأوضح محافظ الدقهلية أن الأماكن التي تم اختيارها لتمركز المنافذ المشار إليها هي بشوارع قناة السويس والإستاد وبورسعيد وجيهان والمستشفى العام والسكة الحديد وسندوب وبمركز شربين وبمت فارس بني عبيد بمركز السنبلاوين ومركز طلخة ومركز متغمر، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في نشر تلك المنافذ عدد من الأماكن الأخرى بنطاق المحافظة، وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين بأنحاء المحافظة. ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة توفير السلع بالأسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة. Thank you.